اولا قبل القراءه تنشكروا الجماهير على الحضور على الدعم اللامشروط، تنشكروا كذلك السيد الرئيس السي الشرقاوي السي انس مرعبات فريق عمله جنود الخفاء الطاقم التقني الاداري الطبي المسؤولين عن الامتعه كل من يساهم بشكل يومي باش يوفروا لنا شروط الممارسه. اعترف بان تنشتغلوا في ظروف مثاليه واظن بانه هذا سبب رئيسي ومباشر في صحوه الفريق. بالنسبه للمقابله كنا ننتظروا باش تكون قويه لان ما كانش هامش الخطا للفريقين، ما كاينش كل فريق كان تيمني النفس باش تكون باش لحقاش ما كانش اقتصام النقاط حل من الحلول. كذلك ماتش سي بوان كما يقال بالرجوع الى المباراه اظن بانه سجلنا بشكل مبكر من حسن حظنا. هو نورمالمون في الكره كون تو مارك بلوتو لو ماتش سو كومبليك، حنا لا، لان السيناريو المنتظر هو خليبكا كان غادي يخليو لنا الكره ويعتمدوا على المرتدات. ملي سجلنا مبكرا كانوا مجبرين باش ياخذوا الكره، هما اللي بنيو، هما اللي لقاو الحلول، هما اللي يبحثوا على نتيجه على هدف التعديل. اظن انه حتى يعني الظروف المناخيه ما تسمحتناش في الشوط الاول لاننا لعبنا ضد رياح كانت قويه. في الشوط الثاني كنا متاكدين باننا غادي نلعبوا بالنمط اللعب ديالنا، هو البناء من ابارتيغ دو غارديان دو بوت. ذلك ما حصل، سجلنا مبكرا هدف جميل ان بوت ديكول، جو فيليسيت اللاعبين. الهدف الثالث تيدل بان ويفند ما يشاع بان اللاعب المغربي غير قادر باش يلعب مقابلتين في الاسبوع. حنا هذه المقابله الثالثه في 10 ايام، نظن بانه فو كومباتر هاد لي زيدي روسو، هذا خطا شائع والعياء بريء من كل هذه التهم. كانت تكون نتيجة أثقل، سجلنا 3 أهداف مشروعة وهدفين لم يتم احتسابهما بداعي شروط. أظن بأنه فريق أولمبيك خليبكا عنده عناصر جيدة، مدرب بخبرة كبيرة، طاقم في المستوى، ما كانش عندهم وقت كبير للتحضير، رغم أنه حنا استغنا هذا المعطى، يعني من الصعب باش يفهموا فلسفة المدرب. من سوء حظهم كذلك بأنهم أول مقابلة كانت مع منافس مباشر وخارج الديار. أظن أنه ملعب بنو بطوطة ملعب الرعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. سنستعد بكل تركيز بكل الجدية المعهودة باش نستقبله مرة أخرى فريق من عيار آخر بأسلوب لعب مختلف. فوالا فيليسيتاسيون او جوار وفخور بهم ودما غا كومونسي لو طراي. ما درنا حتى شي حاجه، خرجنا من الانعاش، مي بون حنا باقيين في منطقه الخطر. انا ذكرت في ندوه صحفيه سابقه بان حنا الطاقه تنعطيوها طاقه ايجابيه، خطابنا ايجابي يعني بشكل كبير، تنامنوا بالقدرات ديالنا، نحترم خصومنا، تنعرفوا بان الوضعيه شاده وكانت شبه مستحيله، وقلت في ندوه سابقه بانها اصبحت صعبه. الآن أقول كذلك بأنها ما زالت صعبة لأن لا شيء حسب. أظن أنه درنا ضغوط كبيرة على فرق أخرى اللي عندهم أقل من 26 نقطة، أظن بأنهم يهمهم أمر النزول، لكن حنا تنشتغلوا ما نخفيش عليك بأننا تنشتغلوا مقابلة مقابلة، نهيئ لكل مقابلة على حدة لو بلون دو جو ديالها لو ديسكور ديالها أبخي لو ماتش تنباس أوتخ شوز، تنفتحوا صفحة جديدة. الآن ابتداء من اليوم سنستعد لماذا تكون، لأن المقارنات غالبا ما تكون ظالمة، ولا يمكن مقارنة مقابلة الفتح بمقابلة الوداد أو بمقابلة أولمبيك خليبكا أو بمقابلة نهضة بركان، لكن احنا أملنا في الله كبير وثقتنا كبيرة في المجموعة وجميع مكوناتها.